بيكم في حلقة جديدة من قرآنيات. أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بك أخت فرحان. أخي مالك، إحنا دايما نسمع إن المنافقين هم في الدرك الأسفل من النار، ليه صحيح. بقى؟ لما الشخص بيشوف ما هي صفات المنافقين في القرآن بيلاحظ أحد الصفات اللي موجودة في المنافقين في سورة النساء، لدينا الآية التالية تقول وأسقل لهم، يعني لهؤلاء الناس المنافقين، لهؤلاء الناس المنافقين، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسولي رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لاحظ أخت فرحة، هؤلاء الناس جاء لعندهم أحد الأشخاص أو محمد بنفسه وقالوا له تعالوا إلى الإيمان في الكتاب الذي مع محمد القرآن ما أنزل الله، وتعالوا إلى الإيمان برسولية محمد. رأيتهم هؤلاء المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني بمعنى هؤلاء الناس يرفضون دعوة محمد بشكل ظاهر، يرفضون الدعوة أنه رسول من الله ويصدون صدودا. فإذا يعني السؤال المطروح، إذا كان هؤلاء المنافقين أسلموا فكيف يصدون عن محمد صدودا؟ بالضبط. فالواضح أن هؤلاء الناس المنافقين دول مش وليسوا منافقين بالمعنى المألوف بالزبط. لدينا بأنهم يعلنون الإسلام ويبطنون الكفر، ولكن بالعكس هؤلاء الناس كانوا يجاهرون علنا وبشكل مكشوف برفضهم لدعوة محمد أنه رسول الله وأن ما جاء به من الله. ولكن الواضح أن الأساس اللي يرتكز عليه هؤلاء بين قوسين المنافقين أساس ديني مختلف، يعتقدون أن ليس الحق مع محمد وأن ليهم وهؤلاء الناس لديهم رؤية دينية مختلفة. فكان ردة فعل محمد اعتبرهم خطر علي أكثر من اليهود وخطر علي أكثر من أي دين آخر من المسيحيين أو غير ذلك، فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنه قال إن عندما يكون شخص بنفس نفس الدعوة أو نفس المنطلق وهو يقول إنه صاحب الحق فهو الأخطر علي من الشخص المعارض، مع إن هو المفروض ده معارض والآية واضحة جدا إنه شخص معارض وما قالش إن أنا ببطن بحاجة وأؤمن بحاجة تانية. على العكس هو يجاهر، لكن هو مجاهر وقوي وشجاع إنه يقول أنا برفض كده. صحيح. وحتى بلفت للنظر أن كل الأخبار بتحكينا على أن كان في تحالف بين قوسين بين المنافقين واليهود. فإذا كان في تحالف بين المنافقين واليهود، فإذا التحالف مكشوف الناس كان شايفته. فإذا هل التحالف الموجود في المدينة بين اليهود والمنافقين وهذا الشكل المكشوف، طيب هل يشير إلى أن هؤلاء الناس كانوا فعلا يدعون الإسلام؟ لا أبدا، كانوا يقولوا نحن لدينا خط فكري مختلف، نحن لدينا انتماء فكري ولدينا حلفاء مع اليهود وليس معك يا محمد ومع جماعتك. يبقى إذا عايز أقول لك على حاجة وكلمة أخيرة، يعني أخي مالك، يعني أعتبر أنا شخصيا بعتبر أن القرآن أخطأ في الجزئية دي، في أن اعتبار الشخص المعارض لي هو منافق. بالعكس، الشخص اللي يجي قدامك ويقول لك أنا بحبك مثلا وفي نفس الوقت هو يبطن الكره هو ده المنافق، لكن اللي يقول لك لا أنا بكرهك ده مش منافق، ده جريء. صح؟ صحيح. طيب أنا بشكرك جداً يا أخي مالك، ونشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.